المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يعقد بنواكشوط مؤتمرا صحفيا يستعرض خلاله رؤيته لمختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد، وكذا موقفه بشأن تعديلات الدستورية المرتقى بإجراء استفتاء شعبي حولها منتصف شهر يوليو القادم، أوضاع يقول المنتدى إنها باتت تدعو للقلق. وذيك المظاهر كانت تعبير عن مستوى بلغتوا معاناة المواطنين، وبلغوا الظلم، وبلغوا التهميش، وبلغتوا سياسات الحيف ما تلات الناس قادرة تسكت عنه بأي مستوى من المستويات. ما الله لو عبر عنه ورذاك في مستويات أخرى من خلال أساتذة التعليم الثانوي، من خلال المعاناة اللي عاشوا الطلاب وعبروا عنها في أكثر من مناسبة. واعتبر المنتدى في بيان أصدره على هامش مؤتمره الصحفي أن أي اقتراع يجري في الظروف الحالية دون مراجعة جدية للملف الانتخابي وإعداد لائحة انتخابية مكتملة يفتقد للمصداقية ولا يعكس إرادة المواطنين. إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يؤكد أن أي اقتراع يجري في هذه الظروف دون مراجعة جدية للملف الانتخابي وإعداد لائحة انتخابية مكتملة يفتقد المصداقية ولا يعكس إرادة المواطنين. يؤكد من جديد مطالبته بمراجعة شفافة وتوافقية وعاجلة للملف الانتخابي وإعداد لائحة انتخابية متكاملة بمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية حتى يتسنى للموريتانيين ممارسة حقهم في التعبير عن إرادتهم في الاستحقاقات القادمة. ودعا البيان إلى إعداد لائحة انتخابية متكاملة بمشاركة كافة الطيف السياسي في البلاد حتى يتمكن الجميع من مشاركة فعالة حاثا في ذات سياق ما تتوفر فيهم شروط التسجيل على اللائحة الانتخابية الحالية للتسجيل ضمانا لحقهم في المقاطعة والتصويت. وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قد أعلن الشروع في سلسلة أنشطة توعوية وتحسيسية في إطار مساعيه الهادفة لما يسميه إفشال التعديلات الدستورية المرتقبة.